عدنا مشاهدينا نتحدث اقتصاد ككل موعد ثلاثاء. مرحبا بك كمال بالحاج علي. باش نتحدث اذا على الميزانيه كيف ما كان زميلنا نزار الزغدودي يسلط الاضواء على هذا القانون، قانون الماليه الذي لسنه 2022، قانون اكيد استثنائي في ظروف استثنائيه، قانون لم يصدر عن مجلس النواب بل بمرسوم رئاسي، قانون في ظرف اقتصادي متعسر جدا. سيد احمد كرم مساء الخير، مرحبا بك في الوطنيه الان، حضرتك الخبير الاقتصادي والمالي، كذلك السيد شاكيب بن مصطفى مرحبا، حضرتك عضو المكتب التنفيذي لكونكت ورئيس المجمع المهني للمستشارين. نبدأ بالحديث معك سيد أحمد كرم. هذه الميزانية قانون المالية لسنة 2022، أي قراءة أولية؟ والله هي ميزانية صعبة. كنا نقرأوها نلقاوها أنها ميزانية تقنية أكثر منها إصلاحية. ثم حلول لبعض الطلبات التي تعددت لبعض المشاكل، ولكن ما ثماش نفس إصلاحي عميق يخرجنا من هذا العجز المقيت للميزانية. الميزانية التونسية ما زالت بسجل عجز، عجز معناها يقدر ب 6.8% في 2022، ولكن أعتقد أنه سيكون أكثر من ذلك. علاش؟ لأنه الحاجيات كبيرة والموارد مع الأسف الشديد ضعيفة. لكن ناخذ التوجهات الإصلاحية نلقاو معناها بعض الأفكار موجودة. التوجه الإصلاحي فيما يخص مثلا الاقتصاد الأخضر، أن بعض الإجراءات يتم تشجيع على توريد السيارات الكهربائية، يتم أيضا تنقيص فيما يخص اللقطات الشمسية موجودة، ولكن هذا ما يمكنناش باش انتاج الكهرباء عن طريق طاقه شمسيه ياخذ معناها وضعيته الضروريه حتى نبعد على الكلفه الكبيره لتوريد الطاقه الجوفيه، توريد البترول والغاز. كيف ناخذ مثلا الاعانه التي ستعطى للمؤسسات المتضرره من الكوفيد. ثم 25 مليون دينار للمؤسسات معناها الصغرى، نجم نقولوا الصناعات التقليديه المهن الصغرى. 25 مليون دينار مبلغ دا كوردو معناها محترم ولكنه غير كافي، معروف اللي حاجاتهم معناها كبيره جدا. ثم كيف مبلغ 30 مليون دينار لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولكن الاقتصاد هذا مش موجود، النصوص ما لم تصدر بعد. أنا معناها خوفي أنه ما جاء في الميزانية لن يطبق كما ينبغي، وهذا عادتنا في تونس، ناخذ قرارات في الميزانية ولكن النصوص التطبيقية تاخذ وقت كبير. معناها قرارات نجم نقولوا بين ظفرين هلامية، ترضيات للجميع الفئات الهشة، وعلى أرض الواقع باش نلقاو روحنا في صعوبات للتنفيذ، والتنفيذ لن يكون حيني. حاجتين، هو أنه التنفيذ سيكون صعب لأنه الأوامر التطبيقية ستأخذ بعض الوقت، وهذا عادتنا في تونس. معناها في قوانين سابقة ممكن الأوامر التطبيقية تأتي بعد انتهاء أجل القانون، فهمت؟ وأيضا ما لاحظناش أنه ثم إصلاحات جوهرية. مثلا ما لقيناش حل لمشكلة المؤسسات العمومية، يقول المالية طبعا يقول المالية مش هو يجيب الحل، ولكن يعرض السياسات ويعرض التوجهات على الأقل من الناحية الجبائية، فهمت؟ ما لقيناش حل مثلا لما يتعلق إعفاءات جبائية، إعادة جدول ديون، معناها من هذا القبيل تقصد؟ نقصد مثلا إصلاحات كبيرة، ضخ أموال، ولا حتى نمشي حتى الخوزص على جلاه. أنا نعرض المشاكل كما هي ونجد الحلول الملائمة والحقيقية. ما لقيناش حل مثلا لأن دولة تستخلص الضرائب المثقلة واللي هي بالمليارات، كيفاش معناها باش الأموال هذه ما تدخلش الدولة؟ ما لقيناش حل معناها جذري للعدالة، العدالة الجبائية، العديد من المتعاملين ما يصرحوش بالدخل كما ينبغي وما يصرحوش به بالكل. لأي متى معناها نفرض الضرائب على من يصرح بدخله وعلى من يدفع الضرائب؟ العدالة الاجتماعية هو طلب ضروري وحيني ويمكن معناها باش يعالج برشا من أزمات الجباية. ومعناها المنتظر كإجراءات تمكننا من نقص التكاليف، نقص من التبذير، وندعم
من الموارد دون اللجوء الى ضرائب جديده. الميزانيه هذه فيها ضرائب جديده. الجديدة ممكن ما تكون عندها تأثير على القدرة الشرائية للمواطن، تأثير على ارتفاع الأسعار وغير ذلك. أنا ما زلنا في منطقة لم نقطع مع الماضي. معنى ميزانية لسنة 2022 في سنة استثنائية، توقعنا أنها باش تكون فيها توجهات واستراتيجية مالية جديدة استثنائية، لكنها بقات تقريبا في نفس النمط، وخاصة عندنا برشا مشاكل مع المؤسسات العمومية الكبرى التي لم يتم يعني حتى توجيه اشارات لذلك. نعرفوا ما صار في ديوان الحبوب والبواخر اللي قاعده راسيه وقاعده يوميا الخطايا الماليه قاعده تخرج. العديد من المؤسسات الاخرى سواء تونسيه ولا العديد من المؤسسات الفولاذ، برشا مشاكل احنا تعرضنا لهم مال هكا ولا في البلاتو. تعرضنا لبرشا مشاكل من نوع هذية. اون فيت كما قال سي احمد، هذه القانون الماليه كيف تقراه كيما الباتشفور كاينه ماخذه بالخاطر كي العاده، معناتها دخلنا منظمه الاعراف تطلب هكا، معناتها الوغ كو كنا نستناو انها تكون ثم رؤيه واضحه. انا معناتها باش ما نظلمش الحكومه هذه، هي سي فغي جات لقات ارث ياسر ثقيل، معناتها ارث نتاع 10 سنين كل حكومه تعمل دو سور بلاس، مي اونوغي امي كنا نجم نفضلوا انه قانون الماليه يرتكز على رؤيه واضحه، نعرفوا اتجاه البلاد فين، نعرفوا شنو هما الاختيارات نتاع الدوله لاعاده النسق الاقتصادي. هذا ما شفناهش في قانون الماليه، وهوني باش نسوق ملاحظه مثلا انا قعدت بيتا فيها، يا دي كونتراديكسيون. الدوله تقول لك ثم عندنا ليستات نتاع مواد دي برودوي باش نزيدوهم دي دوا دو دوا، هذايا محطوطه باش نحميو المنتجين الداخليين كل شيء، وفي نفس الوقت تجي للفارماسي سنترال وتقولها ها باش نحيو التي في على لي برودوي لي ميديكامون الادويه اللي انت باش تستوردهم واللي عندهم مثيل في تونس. معناتها اشاك فوا كنحكيو نقولوا لها الاو ام سي، هل الاو ام سي ترضى ان احنا صناعه الادويه نتاعنا تتهدم؟ معناتها عندك عام من هل في الاردن مثلا اللي معروف عنده صناعه ادويه متقدمه، هل قاعدين يغرقوا في السوق نتاعهم؟ معناتها ينجم تعرف وتو كيف انت ناحيه لهم التي في هذوما لي لابوغاتوار الكبار هذوما فارماسيوتيك عندهم القوه اللازمه باش يغطي لك يعوم لك السوق الداخليه وباش يبيع بارخص من لي لابوغاتوار التوانسه. معناتها ثم قرارات مانيش فاهمة المنطق نتاعهم، وذاك علاش قلت لك هذه قانون المالية يفتقر إلى رؤية واضحة. شكرا نمل بالحاج علي. سي شكيب بن مصطفى عضو المكتب التنفيذي لكونكت ورئيس المجمع المهني للمستشارين. تشجيع الاقتصاد الاجتماعي، ترفيع في المنحة المسندة للعائلات المعوزة، يعني نرجع إلى المسكنات ودون بعث استثمارات ولا تخصيص إعفاءات خاصة بالاستثمارات. المؤسسات زادة الصغرى والمتوسطة سيتم يعني مد يد الإنقاذ لها تقريبا. احنا بلاد الركيزة الاقتصادية متاعها سياحة، وعنا آلاف المؤسسات السياحية سكرت في الفترة الأخيرة سواء بأجواء التشرذم السياسي وبعدها بالكوفيد. في مؤسستكم انتم تهتموا بالمؤسسات، هل تراو انه مثل هذه الميزانيه لسنه 2022 ممكن ان تنهض بالمؤسسه الاقتصاديه سواء كانت صغرى او متوسطه او كبرى؟ هو قبل ما تخرج قانون الماليه في بالنا اللي الدوله تتفصل ما عادش عندها فلوس، دونك ما كناش نستناو في حاجه كبيره منها. لا في فاقد شيء لن يعطي. بالضبط. دونك ما كناش نستناو باش نقص لي زامبو، ما كناش نستناو باش تعطي دي لين دو كريدي امبورتونت. لكن سيد احمد كرم ومدام امال ركزوا على الرؤى. الو جوستومون قلنا على الاقل اعطينا دي سينيال. اي كنا تري اوبتيميست على هالسينيال اللي باش يجي. علاش؟ خاطر وقت اللي قالت مدام بودن هيك التسريبات اللي خرجوا اللي قالت باش نقصوا 10% من كتله الاجور، باش نقصوا من لي سبفونسيون للمحروقات خاصه اتسيتيرا، والحاجه الثالثه حتى من المؤسسات العموميه لازمنا نعاودوا نشوفوهم ولازمنا نقصوا اللي قاعد. قلنا باش تجي ميزانيه جديده اقل من عام ناول، على الاقل اقل من عام ناول، على الاقل نكسروا كل عام نزيدوا شويه. اوغ اللي جات
اكثر من تاع مناول، اكثر من عام مناول ابخي لا لوا دو فينونس كومبليمونتير، قانون المنيه التكميلي. دونك قعدنا نتبعوا الترند نتاع كل حكومه تجي تقول مش معقول واحد كل اتسيتيرا، ومن بعد تخرج لنا ميزانيه اكثر من الميزانيه اللي فاتت. خلطنا 40% 40% الميزانيه من الناتج الخام نتاع الدوله، تو باش نفوتوا خطفتنا ال 50 مليار، دونك باش نفوتوا يمكن باش دخلتوا ال 50%. شنو هي الدوله اللي ميزانيه نتاعها معناتها الاداره بصفه عامه تجي 50% من الناتج الخام؟ دوله نتاع اداريه، دوله ما عادش تنتج. دونك اذا كانت تجي الدوله هي اللي تاخذ المساحه ما عادش يقعد بقى على القطاع الخاص. والتنميه في السنين الجايين ماهيش باش تجي من القطاع العام، مش الشهارة اللي باش يجيبوا التنمية، هو القطاع الخاص تونسي ولا أجنبي. أوه أنت اللي قاعدة تقول لا القطاع العام مازال هنا، وكتقعد أنت تصرف هكاكا ما غدوة باش تسكر البيدجي نتاعو، هذول باش نحكيو على الميزانية وعلى التدين ودرا شنو. الناس الكل فهموا اللي باش نمشيو هكا ولا هكا ماشيين للفامي. إيه باش تمشي للفامي هو طلب ثلاثة حاجات. طلبت حاجة أنت في هالقانون الميزانية هذايا ما خدمتو على حتى واحدة منهم. باش نقص من 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 معناها كتلة الأجور في الوظيفة العمومية زادت. زادت توا كتلة الأجور ثلثين نتاع لي غوفوني فيسكو المداخل الجبائية، ثلثين المداخل الجبائية ثلثين منهم باش يمشيو للشهاري. وين باش تخدم انت؟ وين باش تعمل بنيه تحتيه؟ وين باش تعمل استثمار؟ وين باش تعمل الكل؟ ما عادش فهمت. بالنسبه للتنويع في اطار تنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي واحداث برنامج خصوصي الاحاله على التقاعد بالنسبه للاعوان البالغين 57 سنه على الاقل خلال الفتره الممتده من غره جانفي القادم الى نهايه العام 2024 واللي قضاو فتره نشاط لا تقل عن 15 سنه، هذا ممكن تراه يخفف العبء نتاع الوظيفه العموميه؟ حاجتي يخفف على لونتيغ، اما على المدى القصير لا باش في تكلفه. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو اللي تو نشوفوا كيفاش يصير التنفيذ نتاعو في المؤسسات العموميه. غتجي وحده كيما شركه عموميه تقول لهم انتم باش تخرجوا، النقابه تقول ما احنا نحبوا نخرجوا واعطيونا خلينا نتفاهموا على المنحه اللي باش نخرج فيها. اعطيني 60 مليون، اعطيني 100 مليون، واحد كل وين نخرج. وكونتينيو دو فات اللي اليوم المؤسسات العموميه ضعاف، الاداره العامه نتاعهم ضعاف قدام الخدمه نتاعهم، لي زيكزامبل اللي تعداو في السنين الاخره ظهروا اللي التكلفه نتاع الخروج ما عندها حتى معنى اقتصادي. اش معناتها؟ معناتها تجي تقول لي انا خارج ثلاثة سنين اخرين اعطيني نتاع 10 سنين ما تجيش. التكلفه معناتها لا نيغوسياسيون نتاع الخروج هذايا قاعد يتعمل بصفه غير اقتصاديه. وشكون يخرج؟ اللي عنده عام مازال له عامين على روتريت. لا تخرج الكافيهات. كافيهات هو اللي تخرج. في معنى اخر يحصلوا فيهم لانه هو اللي عنده معناها امكانيه انه يمشي لمواد شغل اخرى فهمت. اما انا حبيت نعرج على مشكله هامه جدا. هو الميزانيه شنو هي الميزانيه؟ هي الميزانيه هو تفكير اقتصادي عميق في حجم الدوله ودور الدوله في الاقتصاد القومي. احنا وصلنا لحجم دوله كما قلت سيادتك قريب 50%. كنا راهو في 2000 2010 حجم الدوله كان لا يفوق 25% من الاقتصاد الوطني التونسي، اي تضاعف حجم الدوله. ولكن بالمقابل فاعليه الدوله ونجاعتها ما ظهرتش، لانه النمو الداخلي كان 1.5%. ثانيا معناها تسيير الدوله ادى الى تدين عميق وحاليا معناها هو مضر لمستقبل تونس. وثالثا أن النجاعة والفاعلية في حاجة في تسيير الدولة ما مكنتش أن نواصل في الاستثمارات العمومية، الأموال الموجهة للمستقبل، الاستثمار في المستقبل، مدارس معناها مستشفيات، طرقات وغيرها، لا تمثل إلا 4% من جميع المصاريف. إذن علاش معناها المنوال هذايا اللي أظهر فشله؟ ماهوش ناجع، معناها ماهوش مراعي لمستقبل تونس ومتدين بكيفيه معناها كبيره. علاش ما استغلش الفرصه؟ معناها تعتبرها ميزانيه هروب الى الامام، لم نراجع انفسنا؟ فماش مراجعات؟ ما فماش مراجعات، خاطر احنا كي نقولوا توا نحكيوا على البديل وعلى تشجيع المبادره الخاصه لتخفيض معناها الناس اللي ديما عندها لازمها تدخل تخدم في الدوله، في هل فكرنا في بديل التشغيل؟ هل فكرنا يعني في دعم الاستثمار؟ هل فكرنا في الخصخصه؟ شوف
شوف هو راهو الدولة بصفة عامة لازم تكون فاعل أساسي لتحريك الاقتصاد عن طريقها تخلق مناخ استثمار يلائم حاجيات القطاع الخاص يلائم حاجيات المستثمر الأجنبي ويجي وقت استثمارات وهي تطور الشغل. الشغل مش يكون في الدولة، مش يكون في الإدارة، لازم يكون في المؤسسات المنتجة. مؤسسة المنتجة لكي تنتصب لازمها إدارة قوية، إدارة ناجعة، إدارة فاعلة، لأن هذا ما أردناه في الميزانية. أنا ندرس هذه العلامات، علامات الفشل، فهمت، في دولة دولة تونس مراجعات على هذا هو هذا هو رسالة الأولى. مصروف بتاع الدولة ماهوش ينقص، لو تران دو في دو ليتا اي بريزيرفي دونك ماهوش باش يعمل تقش كيما بو عائلة اللي مشكلته العائلة تصرف برشا معناها الكره هبوا البنوات ليسونس وكل والاجواء هذه الكل اللي الناس كل قاعدة تحكي عليها ما تبدل حتى شيء. هنيئا لكم. هذه الأولى. حاجة ثانية الأولويات الاقتصادية كما قلت انت، خدموا على الاقتصاد الاجتماعي، خدموا على الاقتصاد الاخضر، خدموا على العائلات المعوزه، خدموا على 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 مؤسسه سياحيه الوقت في ناس هايلين راهو لي مزور كي سون بريز. اما كي تعمل لي 100 مزور سي تخسم كل وحده باش تعطيها تفتوفه وكي تعطي تفتوفه ما عندهاش افيكاسيتي ماكش تقيم حتى حد بالضبط. دونك هما رضاو الناس الكل، هذا نسكن فيها قانون المالية فمش حد ما جبدوش مؤسسات الصغرى المتوسطة الحرفيين ناس الكل عطاهم حويجة اللي ما تحلش المشكلة ما تروح تحت شعار ما تروح كان فرحان. فوالا ذكروني بالدستور نتاع 2014 انا مسميته دستور ماخذ الخاطر. هو من المفروض دولة قوية ما تاخذش بالخاطر، دولة قوية تنجم تاخذ اجراءات موجعة في صالح البلاد جوستمون اللي زاد اي توجه اقتصادي وتنموي للبلاد. معناتها انت تو كيف قال لك سي احمد 30 مليون للاقتصاد التضامني والايكونومي فيرت، اي من غير تكس دابليكاسيون تعرف باش يصير باش يقعدوا الفلوس اذا هما موجودين ديجا عام لو طون اللي لي تكس دابليكاسيون حتى اللي يخرجوا باش تجي اون لوا دو فينونس جديده وباش نعاودوا حاجات جدد. معناتها نحكي مع سي حبيب كراولي قال لي من 2011 لتوا خرج لنا 700 قانون في الجبايه سمح اجراء 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 جبائي 700 اجراء جبائي. كيفاش انت هالسيكتور بريفي اللي انت تحب تشجع وثما في قانون الماليه يقول لك احنا نشجعوا اللي يخدموا في الوظيفه العموميه باش يتجهوا الى القطاع الخاص، اي اما حتى القطاع الخاص ما عادش عنده امكانيه باش هو يخدم العباد اذا كان عنده طاقه استثماريه واقتصاد مش قاعد يدور والعالم مش خاطر هو وضعيته هشة حتى هو في أكثر. طيب احنا باش نعاونوا المؤسسات اللي في السياحة، لكن عندك آلاف المؤسسات اللي تضرت وخاصة بعد بعد الكوفيد بلس معناتها ثم كثير من المؤسسات. هذه حاجة. دوزيامون في الـ في الـ في السيكتور بريفي احنا شفنا ثم زاد صيحة فزع قالها معناتها فاعل في ميدان النسيج على لي سوسيتي دو كوميرس انترناسيونال اللي عملوا لهم 19% TVA. سامحني هذوما لي سوسيتي دو كوميرس انترناسيونال اللي قاعدين يخدموا في الاكسبور، انت حاجتك باش تشجع التصدير باش تدخل دوفيز، كيفاش تدخل دوفيز وانت جيت للمؤسسات هذوكم وعطيتهم طلعت لهم في TVA. الدوله زاد دلت روحها جات لميدان النقل خاطر عندها مشاكل في تونيسير، عندها مشاكل في ليكيليبر بيدجيتير نتاع تونيسير وكل شيء، جات نحات TVA من النقل الجوي نحات التبيا اللي يشري كل شيء داكوردو. اما زيدا معناتها عرفت معناتها يا اعدل الناس الا في محاكمتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم، معناتها الدوله دلت روحها حافظت على روحها. وبرغم هذا الكل عندك عجز في الميزانيه هذه نتاع 2022 ديجا نو بارتون افيك ان ديفيسيت دو بري دو 9 مليارات دينار 8 مليارات 8 مليارات وشويه وشويه. دونك كيفاش هذاك علاش احنا قلنا الرؤيه شنو هي الرؤيه؟ انا نجي اذا ما نجمش احنا اوني بور ليكونومي سوسيال اي سوليدير، اما انت من المفروض تخدم على تيكس دابليكاسيون وتخرج لي لين دو فينونسمون باش باراليلمون الناس تبدا معناها ساس ديبلوك معناها الامور تكون فيها انسيابيه. شكرا. حبيت جو روبوندي على حكايه لي سوسيتي دو كوميرس انترناسيونال فيسا هو لي سوسيتي دو كوميرس انترناسيونال هذوما شنو هما؟ هما اللي تونس دوبي توجور شو تبيع؟ تبيع الدقله، تبيع الزيت زيتون، ومن بعد تزادوا في هالخمسين سنه الاخرى النسيج
وفي ال 25 سنه الاخرى الكابلوات نتاع الكرا بدو مانيير بلو جينيرال القطايع غيار نتاع السياره لي كومبوزون طوموبيل. اوكي دونك تجي تعمل الدياغنوستيك نتاع الصادرات نتاعنا هو اللي اولا ما عندناش برشا حاجات اللي نصدروهم اوني سي كلكو برودوي اللي هما 80% نتاع التصدير نتاعنا ودو الجهات اللي نمشي لهم البلدان اللي نمشيو لهم وجهات محدده اسونسيلمون اوروبا كيف كيف دونك يقول لك يلزمك تنوع البلدان وتنوع المنتوجات اللي تصدرها شكون اللي جاب باش يعمل هذوما هما الشركات دو كوميرس انترناسيونال مثلا في افريقيا تحت الصحراء اللي قاعدين نقولوا هذيك استراتيجيه نتاعنا اتسيتيرا اتسيتيرا 80% سوقنا القادمه بالضبط 80% من الصادرات البلدان هذاكم يعملوهم لسوسيتي دو كوميرس انترناسيونال علاش خاطر الاخرين ما يتبعوش لي بتي مارشي يتبعوا لي غرو مارشي فرنسا المانيا ايطاليا امريكا اما انا مثلا نبيع زيت زيتون معلب ما نمشيش باش نقعد نتبع انا السنغال باش نبيع له كلكتون ولا من جهه اخرى غابون ولا كوت ديفوار يجيب لي سوسيتي دو كوميرس انترناسيونال يقولوا انا نعملها ليك انت والرب يعمل مشاكل نتاعو اور الاسواق هذوما ما فيهمش برشا الهامش الربح ماركه قداش 10% ما مش اسواق غنيين اللي باش تعمل 30-40% جاو قالوا انت مو التصدير قاعد تشري بالسسبنسيون دو تي في ا باش نحيلك سسبنسيون تي في ا خاطر فما جماعه يتكتكوا في الحكايه بتاع سسبنسيون اور انا اللي نخدم على روحي عادي شنو اللي يصير لي التي في ا 19% التي في ا نخلصها بالمسبق وين الربح نتاعي 10% دونك اللي باش نسبقوا للدوله اكثر من اللي باش نربحوا انا على السلعه اللي باش نبيعها دونك انا كي نبيع عندي 10% على اللي بعته الكل عند الدوله يلزمني نطلب ريستيتيوشن نتاعو اللي تضرب 6 7 9 شهور ونستنى حتى لين تجيني دونك وقت اللي نصدق جو سوي بيناليزي في التريزوري نتاعي اور هالشركات الواحد فما 4-5 كبار صحيح ومعروفين ويتكلموا ديما في التلفزه وفي الراديو اما الاكثريه الاكثريه سي دو توت بيتيت زونتربريز راهم تاعك اللي هذا اللي سالتك قبيليك على المؤسسه الصغرى والمتوسطه اللي عندهم 20000 دينار راس مال نتاعهم وشوف جي تقول له انت باش تبيع ب 500 مليون لقى افار نتاع طماطم ولا حاجه هكاك تجي 19% منهم معناتها 100 مليون تخليهم عند الدوله وتريكيبيريهم عام اخر وتبدا تحفى باش تمشي راهو انا كوندوني سو سيكتور لا هو هذا هذا الاشكاليه هذه معناها حكمنا عليه بانه موت تبطي وموت تدريجي شوف معناها. شوف الاشكاليه هذه توضح وضعيه الميزانيه الميزانيه معناها اعطت الاولويه للسيوله كانت تخلص حاليا قبل كان التي في ما يخلصهاش ما في منها فهمت الاولويه خلصها ويجي وراها بعد تالي باش ترجع حلو الدوله على الدوله حاجه بالسيوله معناها لحينا بالتصدير اللي هو عامل اساسي في النمو الاقتصادي حتى يكون عندنا السيوله اللي كاين ودعم الميزانيه اللي في وضعيه حرجه معناها حبيت نبين اللي معناها كيفاش الوضعيه حاليا تجعلنا ان نتاخر ونتخلى على اولوياتنا حقا فكرنا فيه الموضوع بكيفيه مختلفه كيفاش نعمل في نفس الوقت ان ندعم السيوله للدوله التونسيه وايضا نواصل في تشجيع التصدير مش نضحي بالتصدير لايجاد السيوله هذه خيارات هي خيارات دي تربيتراج كي سو موفي بور لافنير معناها انت حسب ما نستشف من كلامك سيد احمد كرم انه القرارات هذه يعني كانها مستعجله وما هيش مدروسه شوف هي مدروسه بيقول لك انا ما عنديش حل يلزمني معناها نعطي الاجر للموظفين يلزمني نجيب السيوله كلك سوا للمويا يعني نرجع لمشكله الموظفين وكتله الاجور اللي قاتله الدوله غيرهم انا غيرهم بماني ما راجعتش انا مثال الدوله التونسيه انا مجبور باش نلوج على الاموال هنا موجود ولكن حبيت انكم نعطيو شويه هكا بعض الافكار الايجابيه اي بوزيتيفون قبل ما نمر القانون المالي فيه كمام اجراء هام جدا اعتقد خلينا تحكي على الصلح الجبائي شبه جبائي ولا الصلح الجبائي والديواني اللي هو يعني تقريبا يسقط 95% اذا كان فوق المليار و90% اذا كان تحت المليار بالنسبه للخطايا المترتبه يعني امشي خلص اصل الدين ولا اصل المبلغ اللي انت عندك فيه اشكال مع الاداره الديوانيه واستأنف نشاطاتك وكل لكن بالنسبه تو هذه للامور في الديوانه أمور واضحة واستبشروا بها برشا الناس خير لكن ما حكيناش على القضايا الصرفية
شوف الشركات الكبرى. هو انا مهم جدا، وانت حضرتك خبير مالي ومعناها مدير عام مؤسسه بنكيه، واكيد قداش اليوم عندك من حريف كلمك حول هذا الموضوع. حقنا قمنا بها منذ سنوات وسنوات. اما العفاء، عفاء معناها الجبايه وعفاء الديوانه، هو عفاء هام هام، لانه معناها سينيال اللي دوله تونسيه تحب تسترجع العلاقة مع مختلف المتعاملين، حتى اللي يخطاوا، حتى اللي ما قاموش بتصريح اللي من داخلهم كما ينبغي، عندهم فرصة باش يعدلوا أمورهم. والديوانة كيف كيف، اللي عنده أخطاء ديوانية نعفيهم الخطايا ويجيب منها رأس المال، وإن شاء الله معناها الأمور تتطور في كيفية مختلفة. ولكن شو اللي خاف منه أنا؟ خاف منه أنه هذا القرار لن ينفذ، لأنه راه مش أول مرة، مش أول مرة عملنا معنا عفو جباي، مش أول مرة. ولكن كنا حشمين نعملوا العفو في القانون، ولكن حتى حد ما يدافع عليه. المواطن ما يعرفوش، ما ثماش حملة توعية، فهمت، تقوم بها الإدارة باش تفسر المتركاجه كالتركيز الإعلامي. ما ثماش معناها الدعوة للبنوك اللي كاينة تندرج في هذه الحركية وتتصل بحرفائها إرادة سياسية إلى حد الآن. بصراحة البنوك ما كانوش هكا ولا أمال، سواء في مناسبات حتى أخرى ما كانوش عند حجم اللحظة التاريخية، حجم هذه الصعوبات الاقتصادية هكذا ولا في حضرة خبير بنكي ومدير عام بنك. حبيت نوضح الفكرة، حبيت أنا تو معناها تو ممكن باش نفشلوا في الإصلاح هذا، ما يجيب شيء. يقول لك أنا فشلنا، معناها كأنه معناها عملناه بالضغط، خاطر لحوا علي وكذا وكذا، أنا عملناه بين كي تبدا فما رؤية تقنع علي، يلزمك تعملوا هذا وتدافع عليه، فهمت، وتجري وراه، فهمت، وتحاول باش تتنفذوا بكافية إيجابية. هذا هو معناها التحدي الكبير، اللي خاطر نخسر فرصة ما نجمش نعودها في كل سنة. سيد أحمد، هو زاد اللوم على القانون هذا هو أنه قبل ما يخرج القانون المالية، والسيد أحمد بيان سور يعرف، كان قبل 2010 كان ثم المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي كانوا ممثلين فيه الناس الكل، النقابات للحكومة حتى الأحزاب المعارضة يحكيوا ممثل ولا ممثلين فيه. كانت كيف يخرج قانون المالية كان ثم ديجا مصادقة مبدئية عليه، بتبيع عن بعد يتناقش في مجلس النواب وكل شيء. فوالا توا سنة بعد ما انت ما عندناش زاد مجلس نواب، سنة زاد اللي يلوموا على الدولة انه ما صارتش معناتها دي نيغوسياسيون مفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين كما يلزم، مع معناتها يعني ميزانيه احاديه، خلينا نقول كاينها استثنائيه في ظرف استثنائي، وهذاك بالك شيء اللي خليها ديكوزو كما قلت لك، كانوا باتشور تلصق في هذا في هذا ايتو. دونك معناتها برغم اني قلت لك ما نحبش نظلم الحكومه هذه برغم محاولاتهم، لكن على مستوى ليفيكاسيتي ليفيسيونس معناتها ما نستناوش باللي باش تكون برشا افيسونس بما فيها كمية فرانك هذيك نتاع ال 50,000 والفينيات، وماذا بينا بربي احنا مستعدين باش نزيدوا في الفينيات، اما ماذا بينا وزاره التجهيز والبلديات يقدوا الكياسات زاده، خاطر ما نجموش احنا نزيدوا في الفينيات. لا ما نزيدوا في الفينيات ب 25% زاده، 25% بالنسبه لسياره اربع خيول زاده، ونعفي اليخوت. فوالا معناها مستوانسه كل عندها يخوت في بورت سيدي بوسعيد. وهذا هو المشكل، هو من سيتحمل هذه الزياده في الضرائب؟ هي الطبقه المتوسطه. فوالا هي اللي باش تتحمل، كون يمشي المغازات الكبرى هذه، لا الطبقه المتوسطه. هو سيدي احمد من المفارقات انه المشكله في هذا البلد انه عندنا كتله اجور كبيره ياسر موظفين اداريين، لكن لعلها كذلك في المقابل صمام امان، خاطر هي يتم الاستخلاص مباشره يعني من سياد لامبو، يعني اذا ممكن هي اللي بقات خلات الامور قاعده تمشي. اي داكور. في نظر البعض بعض الخبراء. لا 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 متفق معك، ولكن عندك نجاحه. انت كي تصرف معناها اموال كبيره كاجور ما عندكش انتاج يقابلها، وعندك تداين جايك، كيف باش تخلص التداين؟ انا ثم خلينا نبقى في نقطه التداين ونبني على السؤال على الكلام اللي كانت تقول فيه مل بالحاج علي، ونسالك سي شكيب بالنسبه للتوجه لصندوق النقد الدولي، اكيد لازم فما تفاهم وتناغم مع معناها بما يطمئن انه مش بتكون فما مشاكل من بعد.
على المستوى معناها بتناغم مع الاتحاد العام التونسي للشغل، اهم حاجه معناها مع المنظمه الوطنيه هكا ولا. هل هذا معناه باش يعطي اشارات ايجابيه لبدا عهد جديد؟ فما عقد اجتماعي، فما وئام وطني اجتماعي نسميه اللي نحبه، لكن معناها رانا ماضين قدما في عهد جديد. هذا ما يقلقكمش كمنظمه اعراف حتى لو كان خاصه؟ انا رايا هو اللي هالميزانيه هذيا وقانون الماليه ماهوش باش يقعد برشا كيما اللي كانوا توا تونس السنين الاخرى الكل، ولينا عندنا قانون ماليه وقانون ماليه تكميلي. ما كانتش راهو في بلاد تحترم روحها، بدعة. ما فماش القانون المالي تصير مره في العشر سنين، جات الكوفيد نعمل قانون مالي تكميلي اوكي، اما هذه كل عام نعمل قانون وقانون مالي تكميلي ايش معناتها؟ معناتها القانون الماليه اللي صبيته مكدري، معناتها شنو؟ نعرفش باش نصرف، ومن بعد نجي لي ريفوني نعرف شنو باش ندخل جبال، باقي الكل الكريديات هذا نحطه على السوق الداخلي والباقي على البر، اما ما عندش شكون وكيفاش واحد كل هذاك يعمل الله دليل يدبرها لي ما ينام الليل. هي الوقت على تاريخ حكايه العروي قانون ماليه التكميلي نتاع السنه مازال ما تسكرش الفينونسمون نتاعو، تلي خرج قداش عنده كلكو سيمان مازال ما تسكرش، باش نوريك الاشكاليه اللي صارت هذا في كلكو مليار. وجاوبني على السؤال نتاعك. قانون ميزانيه كامل دونك يظهر لي انا اللي هذا القانون ساعه اولا ماهوش يمشي بعيد، ثانيا كيما تحط هو توا ما يتعداش مع الاف ام اي، تجي باش تحكي على الاف ام اي. نسمع في فيصل دربال المره الاخرى قال انا حضرت في لي ديسكسيون اللي صاروا مع الاف ام اي وهذا باش تعدي لك قانون ماليه اللي الشهري ثلثين نتاع المداخيل الايجابيه لا سبيل منه سان باسرا جامي. نحب نفكر الناس اللي اليونان وقت اللي دخلت فك البروسيسوس دو ريستركتوراسيون نتاعها مع الترويكا نتاعها غاديك الاف ام اي واليونيون اوروبيان بون مونديال 14 14 بلان دو ريستركتوراسيون عملتهم، هاك الباس هذاك نتاعنا احنا نتاع 96 نتاع 85 و86 هما عملوا منهم 14 ورا بعضهم. كتله الاجور هبطوا ب 25%، التدين تعدى من 115 الى 200% من بعد هبط 180%، قعدوا 10 سنين هما واحد لي روتريت الجرايه نتاع الناس اللي خذوا الانتريت نتاعهم نقصوا 14 مره، نقصوا في الكل 25%. علاش؟ على خاطر كيما التيتانيك اللي قاعد يقول لي وهما يخرجوا في الميزانيه نتاعهم كانه ما صار شيء وقعدوا يصرفوا كيما صار شيء. احنا نقولوا هوني خطوط الحمراء، غاديك في اليونان باعوا البورت نتاع اثينا اللي هو لو بلو غران اكتيف على شيل ناسيونال لو بلو اكتيف، بورت اثينا باعوه للشناوة، بداوا يبيعوا في الاراضي للاجانب، الاراضي نتاعهم بداوا يبيعوهم للاجانب، انا سوفرينتي ناسيونال ولا واحد اللي ماشي فيها، دونك هوني كي تجي احنا نحكيو من بكري معناها ميزانيه لا تنبئ بخير. نعم شوف ورا وجهك سينيال ما فما حتى سينيال في هالميزانيه هذه. خلي فما نقطه مهمه سيد احمد، العداله الجبائيه انت تحدثت على النقطه هذه، في المقابل توا تحدثنا باش نرضيو والمؤسسات السياحيه اللي عندها تواجه في صعوبات واللي سكرت واللي ماذا بينا تعاود تحل كل لدوره اقتصاديه جديده، المؤسسات الصغرى والمتوسطه كذلك، الاعانات الاجتماعيه وهذا الاقتصاد الاجتماعي به هذا كله به، لكن في المقابل هل فما عدالة جبائية؟ المؤسسات الكبرى، كبرى الشركات اللي هي معروفة، هل فعلا قاعدة تدفع في الجباية اللي تتناسب مع مداخيلها؟ لا نجم نطلع حتى ندخل على صفحة لسوسيتي كوتي اللي كوتي في البورصة ونشوف المداخيل بتاعها، ربي يزيد ويبارك وإن شاء الله برشا مؤسسات تكبر وتزيد تكبر في تونس، لكن شوف عين على هذه المؤسسات رجاء وزارة المالية. شوف مدام راهو الإشكالية مش في المؤسسات المنظمة، بعضهم خرافاء كيقولوا لي سيدي لا لا ولا شيء لا 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 خاطر المؤسسات المنظمة انا مش يهرب ما تنجمش تخبي الإنسان. المشكلة في هذيك السوق الهامشية هذيك ال 50% من الاقتصاد الوطني اللي ما تساهمش في لا في الميزانية لا في الضمان الاجتماعي، نعيشوا على هامش، هذوما كيفاش نحاول باش نجعلهم مواطنين يساهموا في مجلس الدولة؟ ثم اساليب راهو حاليا التكنولوجيا تمكن الحكومة من انها تحدد مسبقا دخل كل طرف اجتماعي، تقولوا انت حسب المعلومات اللي عندي لتجوز ارتفيسيال بيج داتا اعتقد انه دخلك هو المبلغ الفلاني، اذا الضرائب اللي تخلصها هي المبلغ معناها المعين، كان ماكش موافق ما يسالش ايش نحكيو، لازم نغير النظره
تولي معناها الضريبه تولي كيما الفاكتور نتاع ستيك ولا السوني. حاجه اخرى تمشي 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 للحريف وهو هو بالضبط. حتى بالفاكتور ديليكتريسيتي وباليفالواسيون دو ليموبيلي حتى بالسكن بالكاليتي نتاع السكن. عندك 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 معلومات كثيره جدا قبل ما كنتش مربوطه ببعضها تربطها ببعضها في العداله الجبائيه. ثم ان اوتر بوان انصاف تفضل. عندك 500,000 فورفيتير في تونس. كيف تسال المتخصصين في وزاره الماليه يقول لك 200,000 بركة يستاهلوا باش يكونوا فورفيتير. معناتها باتونتي معناتها بالباتونت الوغ كو الاخرين يلزمهم كونتابيليتي ريال. معناتها يلزمهم واحد ريال 300,000 يبروفيت دو لا باتونت ويخلص هو تقديري. معناتها انت تحكي على الشركات الكبرى. الشركات الكبرى ما تنجمش تسرق. تعرف علاش؟ حتى الشركات الكبرى لي زامبو لي زاجون دو زامبو مرابطين في مكاتبهم. عندهم مكاتب داخل هذه الشركات الكبرى باش نحيو هالفكره الخاطئه. الشركات الكبرى راهي كي تفتح عندما ندخل انا على صفحه البورصه التونسيه ونشوف الشركات اللي مدرجه في البورصه ونشوف ارقام وكل شيء وخبراء ياكدوا يقولوا انه هذا لا يتناسب. معنى ارقام المعاملات نتاعهم لا تتناسب بما يدفعون ويزدون دون من ضرائب للدولة التونسية. هذا معناها ما نعرفش كان سوقه على مسؤولية من ذكر ذلك. نتمنى التوضيح. وحدة ثانية بربي باش نجيبك جوست على الكيستيون اللي سألت عليها سي شكي. اون فيت زاد حكاية الاف ام اي. الاف ام اي احنا ماذا بينا هوني كيف العادة نداء إلى رئيس الجمهورية على خاطر هو كيما العادة نرجعوا له هو لو غارون دو لونيتي ناسيونال هو لو غارون دو لا ستابيليتي ايكونوميك اي سيكوريتير ناسيونال با كو دو لا ستابيليتي سيكوريتير. أنور سيد الرئيس يعيط للشركاء الاجتماعيين وبما فيهم الاتحاد العام التونسي للشغل ويحكي معاهم على خاطر ايفيدامون راهي تونس ماهيش باش تنجم تتجاوز الصعوبات هذه من غير البريم تاع الاف ام اي. والاف ام اي شرط معناتها شرط ماهوش باش تخلى عليه انه يصير كونسنسوس انهم الناس يتفاهموا باش من بعد جي تي تي اذا يتقدم البرنامج نتاع لي ريفورم ستركتورال الاصلاحات الهيكليه باش ننطلقوا فيه لازم جي تي تي ما تعطلوش من بعد. دونك لازمها تقبل وتكون شريك في معناتها الميزون بلاس نتاعو. هي شو الإشكالية؟ راهو الصندوق الدولي يحب يعاوننا راهو لكن مهمته مهمته سامي. أما الصندوق الدولي هو مليع لأنه أعطانا قروض في السابق حسب شروط حسب شروط لا يلدغ من 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 يقول لك يقول لك أنا ما نجم توا ما ثماش ما ثماش مصداقية. دوك المشكل هو تونسي تونسي كيفاش احنا جميع الأطراف الفاعلة نتناقش مع بعضنا ونضع برنامج الكل يوافق عليه وينفذ كما ينبغي بهذا فيه كما يقعش هذا راهو ما نجموش نتقدموا. صندوق النقد الدولي حاليا مش مستعد انه يساعد تونس على اجراءات ماهيش واقعيه ماهيش حقيقيه ماهيش منفذه مش مقبوله مش مقبوله من طرف. علاش علاش خاطر 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 شكون احنا شو نمر لنقطه اخرى خلينا توا شرحنا الوضع. اذا الحل من منطلق نتاعك سي شكيب الحل من منطلق نتاعك اي حلول وكذلك امال كلمتين ومن بعد باش نعطيكم نقطه نحكيو فيها على اثر استقبال السيد الرئيس لان الوقت ضيق جدا لسيد سمير مجول رئيس منظمه الاعراف تفضل. والله شوف هو اللقاء حقه قعد منذ ايام منذ زمان لانه رجال لا لا خلينا نرجعوا لحلول الميزانيه وبعد ذلك نتوقفوا عند اللقاء. تفضل سيدة. شنو الحلول بالضبط؟ الحلول بالنسبة للميزانية كيفاش باش القانون التكميلي وكيفاش عندنا عندنا 18 مليار دينار معناها منين باش يجيبوهم؟ هذاك هذاك الإشكالية الكبيرة راهو خاطر شنو تو كنحلوا الوضعية احنا. تونس شعندها؟ عندها معناها مصاريف من العملة الأجنبية ما يقارب 25 مليار دينار. عندك 15 مليار دينار هو العجز الميزاني التجاري وعندك 10 مليار دينار هو ما يجب ان نسدده من قروض اجنبيه راس مال وفائده. في المقابل في المقابل عندكش موارد كافيه لتغطي هذا المبلغ. موارد جايه مثلا من السياحه عندك افكار عندك هذا انا حبيت الميزانيه تركز اساسا
على مكونات معناها دخول العمله لتونس. شنو تركز على السياحه، لان حاليا نجحنا احنا في التلقيح، نجم انا نثمن هذا النجاح. تونس بلد امن، تفضلوا جاوا لتونس وعندنا معناها قدره تنافسيه كبيره، والجميع يحب يسافر عليها. دعم سياحي كبير، دعم سياحي ولا سياحه ثقافيه، سياحه مؤتمرات، سياحه تجميليه، سياحه صحراويه، سياحه دينيه. اي تحط عندك سياحه دينيه هو في هذا القطاع اللي هو معناها بسرعه جدا. ثانيا عندك التصدير حاليا، تعرف النمو العالمي 6%، علاش احنا ما نستفيدش منه؟ احنا دولة مصدرة في السابق، عندنا خبرة تصديرية، علاش ما نعملش معنا اجتماعات نهتم بمشاكل حقيقية لكل المصدرين ونعمل برامج لإعادة التصدير على ما كان عليه؟ دعم المصدر. ثالثا الطاقة الشمسية، علاش ما نشوفش مشاكل التي تحد من استغلال الطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء؟ نحن بلد مشمس اكثر من 7 شهور ونمنع من البترول ومن عوائق ومنها المالية وحتى اقتراحات واجهة. شكرا لك سيدي. هذوما كان ميزانية ركزت على هذوما وقت تكون تحل الباب لنمو اقتصادي سريع ان شاء الله. سي شكيب، واضح سي شكيب، هذوما الكل يلزموهم دي استراتيجية على طول المدى. اعطينا بدائل. انا اعطيك حاجة محددة. مثلا توا معنا احنا مشكلة متاع توريد الاستهلاك الواحد، وعنا مواطنين التوانسة في الخارج. جينا حكاية متاع الكرهب الاف سي ار، جينا ما احنا نتبعوا جارنا كيفاش عنده مرسيدس اف سي ار واحد كل اتسيتيرا، دونك نقص كل مرة نقص، وكل ما زيد وحدات زايدين ويلزم عام ما تستعملهاش ودرا شنو هي ما عندها حتى معنى. انت كي غدوة تحل لكل مواطن في الخارج عنده الحق يهبط سيارة في العام للتونس، السيارة اللي باش تجي هذيك اسكو تخرج فرنك من البنك المركزي التونسي؟ بياخذ حتى فرنك. اما عندك دي كونسيسيونير اوتوموبيل، عندك لي كونسيسيونير اوتوموبيل، نعم عندك لوبي لي كونسيسيونير اوتوموبيل. البارح كان عندي الكومبونساسيون تجي للماركه الفلانيه نتاع السيارات، يبيع لك الراديو وحده ويبيع لك العجله وحده ويبيع لك الجيب. انا موافقه معاه، كان قبل عندنا موافقه معاه، تبيعني بمليارده تشري لك 500 مليون قطع غيار مصنوعين في تونس. هذيك عندها معنى، هذيك تو تنحات بالاو ام سي واحد الكل تنحات لاكور هذيك. هذيك علاه ولاو يجيو الشناوا والكوريين واحد الكل، على خاطر ولاو فرد نيفو هما والاوروباويين. مادام تنحات هذيك الحكايه، انا لي كونسيسيونير ما يعنيولي حتى شيء من الناحيه الاقتصاديه. فما كل واحد منهم عندهم 50 خدام، يمكن اضربهم في الكل 500 خدام واحد الكل بارابور اذا كان اللي باش يصير للميزانيه نتاعي سوني غيان دي تو. مصلحه البلاد تعلو ولا يعلى عليها. امان ديما اعاده الثقه، اعاده الثقه وزاد التشريك كل الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين وعدم شيطنتهم وعدم ابتزازهم. وحاجه اخرى لانهم تم ابتزازهم بما فيه الكفايه وانصاف. maintenant من plus que jamais لازم السيد رئيس الدوله بالحق هو يبي على اون اونيتي نتاع لي بوستور نتاع المواقف بي جوستمون معناتها وقت اللي يعيط للنقابات يعيط لمنظمه الاعراف والكلهم يقدموا برنامج الاصلاح للاتنين. هو السيد رئيس الجمهوريه اليوم استقبل سي سمير مجور رئيس الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه، وورد في بيان رئاسه الجمهوريه دعا رئيس الدوله رئيس الاتحاد الى طمانه رجال الاعمال بان الاجراءات اللي تم اتخاذها تهدف الى النأي بهم على كل مظاهر الابتزاز. بهوي كذلك في فقره اخرى يقول يجب ان يكونوا معناها التوانسه يكونوا فاعلين أحرار بعيدا عن كل مظاهر المساومة، فضلا عن تناول التصور العام لمبادرة الصلح الجزائي. إن شاء الله يتم تشريك كل الأطراف باش يكون صلح جزائي يعني عادل. أنا ما أفتقده حاليا من تدخلات الحكومة ورئيس الدولة هي هذه الدعوة للعمل. من خفيقة الحكومة مهم جدا، هذا هو الحل لكل مشاكلنا. راهو عندنا طاقات معناها جباره، فهمت؟ نعمل كما كنا نعمل في السابق، فهمت؟ وتو تشوف مشاكلنا كلها تجد حلها، ما غير عمل ما ثماش حلول جذريه ونهائيه لمشاكل تونس، كل حلول ترقيعيه
شكرا لك. شكرا لك سيد احمد كرم اكيد الخبير المالي. شكرا لك سي شكيب بن وصفه عضو المكتب التنفيذي لكونكت. شكرا لك امل بالحجالي الزميله الصحفيه في شان الاقتصادي المتخصصه. حبيت نذكركم ونقول لكم باش نتوقفوا عند موضوع مهم ومهم جدا. السيده وزيره العدل تاذن بفتح بحث تحقيقي في وفاه الرئيس السابق الباجي قايد السبسي رحمه الله. اكيد غدا سنعود على هذا الموضوع بأكثر التفاصيل. كونوا في المتابعة بداية من السادسة إلى الثامنة مساء أكيد في الوطنية الآن على الوطنية الأولى. تصبحون على خير.